أي حرف سنختار الآن؟ ما هذا الصوت؟ من أين يأتي؟ انظري يا جنى، إنه ديك. أنا لست ديك، أنا الدجاجة ديدي. أحب أكل الحبوب والديدان. ده ده ده. لماذا تجلسين هنا؟ انظر انظر يا كريم، سيصبح لدينا الكثير من الأصدقاء. ده دو دي ده دو دي ده دو دي. لنكتشف كيف يتغير شكل الحرف حسب موقعه في الكلمة، اضغطوا على الصورة لنسمع الكلمة. دودة، مخدة، صياد. هيا نحرك العش ونجمع حرف الدال. ده 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 دا 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 دا. وصلنا هذه النقاط، سنكتب الحرف. افعلوا كما فعلت. د دجاجة. د دي. دي دو دا. دعونا نطابق الحروف المتشابهة. اسحبوا الدجاجة الصحيحة إلى المربع الصحيح. دي دو دا دا. دي دو دا. دي دو دي دا. دي دا. دي دا. دي.